وزارة الزراعة. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور محمد، منذ عامين، من اكتر من عامين تقريبا، الانخفاض ده ما حصلش في اسعار الدواجن، بالفعل الخبر صحيح؟ هو احنا عندنا طبعا كان بيحصل كل فترة في خلال موسم عيد الاضحى انخفاض بنسبة كبيرة في اسعار الدواجن. نعم. لكن هذا العام، لان طبعا كان في انخفاض كمان في اسعار اللحوم بشكل كبير بنسبة 10 الى 15% نتيجة توفير كم كبير من اللحوم، وفي مجموعة من القرارات اللي اتخذتها الوزارة ساعدت بشكل كبير في زيادة الطرح من اللحوم وزيادة المعروض من اللحوم. نعم. ده ساهم بشكل كبير ان يحصل كمان انخفاض في اسعار الدواجن. أيوة. بالتبعية. نعم. الحقيقة ده يعني انا اعتقد ان هو كان انخفاض حصل بشكل كبير، لكن هو بيحصل كل سنة في نفس التوقيت في الفترة بتاعت عيد الأضحى، لكن مع انخفاض أسعار اللحوم في خلال عيد الأضحى، لأن كان بيبقى السنين اللي قبل كده كنا بنشهد ارتفاعات في بعض أسعار اللحوم، لكن السنة دي بسبب زيادة المعروض والإجراءات اللي اتخذتها الوزارة زي مشروع البيتلو، زي مشروع استكمال الطاقات الفارغة، زي عدد من المشاريع اللي قامت بتنفذها لزيادة المعروض من اللحوم ومساعدة صغار المزارعين على زيادة قدرتهم الإنتاجية والتسويقية وتسويقها كمان، ده ساهم في إن الأسعار اللحوم تنزل وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن كمان بالتبعية. فكرة تنزل دكتور محمد، تنزل دي هل هي بنسبة محددة، ولا أيضا فكرة أنه الأسعار الدواجن تنزل دي برضو عرض وطلب، يعني في اللي ما ينزلش وفي اللي بينزل في الأسعار، وهل هي بتنزل في المنابع ولا في إيد المستهلك؟ بالفعل المستهلك يحس أن الأسعار نزلت. لا، هو بالتالي الأسعار، أسعار الدواجن نزلت عند المزرعة وعند كمان المستهلك هيشعر بالانخفاض كبير في الأسعار. الحقيقة كان في نزول يعني يرضي المواطن الحياة بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لحضرتك، لان عدد كبير من المحلات اللي بتشتغل في التجزئة بتاعت اللحوم او المجازر الدوائية اللي بتشتغل في بعض الاماكن لسه ما مارستش نشاطها بشكل كامل نتيجة توفرة الكم المعروض من اللحوم هذا العام. نعم. فده ساهم بشكل كبير في برضو يعني الحفاظ على مستوى الاسعار بهذا الشكل. احنا بنتوقع يعني ان شاء الله الامور تبقى مستقرة على هذا النحو. طبعا المواطن أشعر انخفاض كبير لأن السعر نزل فرق كبير، يعني في نسبة كبيرة في النزول توصل لأرقام تساعد بشكل كبير المواطن أنه يشعر بفرق كبير بالأسعار، سواء في اللحوم الحية، اللحوم الحمراء. نعم. أو في الدواجن. وطبعا أعتقد طالما أنه الدواجن سعرها ينزل يبقى البيض بالتالي سعره ينزل، ولا مش بالضرورة؟ الحقيقة هو البيض والدواجن مش مرتبطين ارتباط متكامل مع بعض. نعم. لكن احنا اللحوم بتأثر بشكل كبير، لأن ده من البدائل المطروحة للدواجن، أو الدواجن بديل أساسي بالنسبة للحوم. نعم. فبالتالي لما بيحدث انخفاض في أسعار اللحوم فلازم يحدث انخفاض في أسعار الدواجن بشكل متتابع. نعم. كمان كان في زيادة معروض خلال فترة عيد الأضحى، وده فترة موسم للحوم الحمراء، فبالتالي برضه بيساهم بشكل كبير في انخفاض اسعار الدواجن، وده بيحصل كل سنه ان عشان بيبقى فيه زياده معروض من اللحوم فبتنخفض اسعار الدواجن، لكن هذا العام لان في زياده معروض من اسعار اللحوم وصاحبها انخفاض في اسعار اللحوم، فده ساهم بشكل كبير في مزيد من الانخفاض لاسعار الدواجن، يعني يعتبر انخفاض مضاعف عن كل سنه كان بتحصل، وده طبعا بيعود بالنفع على المواطن. نعم. الحقيقه، وان هو يشعر بمدى الجهد اللي بيحصل بسبب ان احنا بنشتغل على زياده البروتين بكل انواعه، البروتين الحيواني، البروتين اللحوم الحمراء، وبروتين من الدواجن او من الاسماك حتى كمان، في جهد كبير مبذول في هذا الموضوع. لكن بالنسبه للبيض، البيض ده يعني مش بيعتبر من ضمن البدائل، لان هو له سوق مستقل شويه بيشتغل بشكل اكثر استقلاليه، وفي انخفاض برضه بس مش بالشكل اللي انخفض بيه اسعار الدواجن. هل الانخفاض ده هيستمر؟ اللي انا فهمته من حضرتك انه الانخفاض لاسباب، منها انه في وفره في الطرح، هل معنى كده انه هيستمر، ولا عشان ده موسم بتركيبه بقى انه الانتاج اكتر ايا كانت الاسباب فبالتالي انخفض الاسعار، ولا دي سياسه ان الاسعار تنخفض تستمر في هذا الانخفاض فيما يتعلق بالدواجن؟ الوزارة كانت حريصة على ان يحصل برضه خفض في اسعار الدواجن، وعلشان كده كنا بنهتم بان احنا نزيد المعروض بشكل كبير جدا. الوزارة طرحت عدد كبير من المبادرات، كان من ضمنها ان احنا بندي لكل من يرغب في الاستثمار في مجال الانتاج الدواجني اراضي من حق الانتفاع باسعار مخفضة، ده هيساهم في زيادة المعروض واستمرار وجود عرض زيادة من لحوم الدواجن، بالتالي هيحدث برضه استقرار لمستوى الاسعار ان لم يحدث انخفاضات اخرى، فان شاء الله يعني نتوقع ان في استقرار في
سوق الدواجن بإذن الله مع زيادة المعروض إن شاء الله خلال فترة قريبة. إن شاء الله إن شاء الله. هل في مشروعات جديدة قادمة لها علاقة بشكل مباشر بحضراتكم كوزارة زراعة دكتور محمد؟ طبعا الحقيقة احنا في عدد كبير من المشروعات، من ضمنها حاجات لها علاقة بطرح أراضي للمواطنين في سيناء. كان عندنا في منطقة رابعة الحقيقة احنا عندنا الوزارة أعلنت عن طرح للمصريين اللي يجيبوا بس شهادات صورة بطاقتهم القومية وما يثبت مصرية الجنسية وجنسية الوالدين ويفضلوا ياخدوا أراضي من سيناء. في عندنا طرح احنا عاملين مزاد الحياة ونقبل الأوراق ويا ريت لو يجوا يتفضلوا علينا. كان في كمان طرح موجود في منطقة سيناء، في مزيد من المشروعات احنا بنشتغل بيها في منطقة سيناء. عندنا في منطقة غرب المنيا الحقيقة احنا كمان بدأنا نضخ فيها مزيد من الاستثمارات في بنجر السكر. الحقيقة في كم كبير من الشركات اللي بتعمل في مجال إنتاج السكر دلوقتي بقى لها رغبة إنها تيجي تشارك في استثمار أو زراعة البنجر في منطقة غرب المنيا. أظن ده هتبقى إضافة كبيرة جدا لأن منطقة غرب المنيا تمثل ربع المساحة أو ثلث المساحة المساحة زراعتها من 1.5 مليون فدان اللي أعلن عنها السيد الرئيس. فالحقيقة دي لما تتزرع بمحصول البنجر ويوفر لنا السكر اللي هو سلعة استراتيجية الحقيقة إحنا بنحتاجها بشكل كبير. أظن ده هتبقى فاهم بشكل كبير جدا في تلبية احتياجة المواطن بشكل كبير. كمان إحنا عندنا مجموعة من الأصناف اللي بنشتغل عليها من خلال علمائنا وباحثينا اللي هي ابتكار مجموعة من الأصناف واستنبات سلالات جديدة من الأصناف اللي بتقدر تتحمل الظروف المناخية الصعبة واللي بتقدر تتحمل درجات جفاف أكبر علشان نحافظ على كل نقطة مية، لأن حضرتك تحدي المية بالنسبة لنا تحدي كبير جدا. صحيح. وهيبقى تحدي لأجيال قادمة بشكل كبير جدا، فلابد إن إحنا كمان نشتغل على الكلام ده من دلوقتي. وإن شاء الله يعني في مجموعة من الخطط والإجراءات اللي الوزارة بتاخدها بشكل متتابع وإن شاء الله تؤدي إلى مزيد من التحسن في أو مزيد من القدرة الإنتاجية في الأسواق ونقدر نغزو ونستمر في زيادة صادراتنا الزراعية زي ما إحنا مستمرين عليها من العام الماضي. إن شاء الله كل التوفيق دكتور محمد القرش، بشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة